بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. نحب نحيي اللجنة ونشكر كافة الأعضاء والمستشارين وأساسا رئيس اللجنة. نحب نأكد على ثلاثة صفات نثمنهم في عمل اللجنة. أولا أهمية المجهود وجودة العمل. ثانيا نثمن شفافية التقارير التي قدمت لنا، وخاصة نثمن التوافق التام حول صياغة الفصول، وهذا جيد ونرجو أن نتحرك جميعا نحو التوافق في صياغة هذا الدستور لكي يكون فعلا لكل التونسيين. وأنا فخورة في أن أكون عضو يصوغ هذا الدستور، دستور قدم لنا الأجيال الأربع من الحقوق، دستور قدم لنا ينصص على محكمة دستورية، دستور يؤكد لنا على هيئات دستورية، وخاصة دستور يتحدث عن باب كامل للسلطة المحلية أو للحكم المحلي. هذا الباب الذي قدم ثورية في المقترحات، الذي قدم مضامين جديدة أهمها ما يبرز في الفصل الأول من تأكيد عن اللامركزية، تقسيم الوطن أو تقسيم البلاد إلى جماعات محلية، جماعات جهوية، جماعات إقليمية. هذا يؤكد على أن السلطة ستتفتت، وعلى أن الجميع يمارس سلطة إدارة شؤونهم المحلية، ويتم بهذا القضاء على التفاوت بين الجهات. الفصل الثاني مهم جدا حينما يؤكد على الاستقلالية المالية والتدبير الحر، حرية اتخاذ القرار. هذا يدفع الجميع إلى الانخراط في تنمية الجهة، يدفع إلى أن تكون المسؤولية، مسؤولية المواطن، مسؤولية مباشرة في تنمية جهته. أثمن أساسا الفصل الثالث الذي يتحدث عن الانتخاب. إذن سنقطع كليا مع التعيين، كل جهة تختار ممثليها، وكل جهة هي الأقدر على معرفة يعني الكفاءات ومعرفة الناس النظاف والفعلا اللي قادرين أنهم هما يخدموا بلادهم ويخدموا جهتهم وما يبيعوهاش لغايات ولمصالحهم. أهم الفصول التي أؤكدها وأثمنها الفصل التاسع والفصل 11 الذي يؤكد فعلا على الديمقراطية التشاركية، حيث نتحدث عن تأمين مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية، وحيث نتحدث أيضا عن أن رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية له حق حضور مداولات مجلس الشعب ومخاطبته، وهذا فعلا يمثل قرارا ثوريا وإضافيا، حيث أنه الجميع له الحق في أن يتدخل في شأنه العام، والشأن العام يخص الجميع، ويمكن لنا كلنا أن نفكر من أجل بناء الأفضل لمصلحتنا ولبلادنا. ولكن لدي ما أقول حول أن هناك بعض الشيء نقصا في الدقة، خاصة يبرز هذا في الفصل 4، يعني مثلا الحديث عن التفريع. التفريع هو مصطلح قانوني ومصطلح خاص جدا، بينما نحن نريد لهذا الدستور أن يفهمه الجميع وأن يفهمه المواطن العادي، فلابد المصطلحات بقدر ما يجب أن تكون دقيقة، بقدر ما يجب أن تكون مفهومة وواضحة. كذلك هناك الحديث عن السلطة الترتيبية، يعني السؤال هنا ما هي ضمانات ممارسة السلطة الترتيبية بالنسبة لهذه المجالس الجهوية والمجالس المحلية، وخاصة أن نلاحظ الكثير من التشكيات حول أن أعوان السلطة الترتيبية ليست لهم سلطة أو ليس لهم نفوذ، وكثيرا ما يلجؤون إلى السلطة التنفيذية لتنفيذ قرارات المجلس الجهوي أو لقرارات البلدية. لذلك يطرح السؤال هنا حول السلطة الترتيبية وضمانات ممارستها. بإيجاز، إذن بإيجاز أريد أن أعطي نقطة أخيرة، وهي أن هناك علاقة واضحة وأكيدة بين اللامركزية واللامحورية، ولكن اللامحورية لم تبرز في هذا الدستور، لم تبرز في السلطة التنفيذية، ولم تبرز في هذا الباب. العلاقة هذه راهي موجودة، وحينما نصمت عن أن نتحدث فيها فإننا سنؤكد المشكل أو سنؤكد الالتباس، باعتبار أن اللامحورية تبرز في الولاية، تبرز في المعتمدية، تبرز في هذه الإدارات الجهوية متاع السلطة التنفيذية، ولها علاقة أكيدة بالمجالس الجهوية أو
العلاقة أكيدة بالبلديات، لذلك علينا أن نوضح هذه العلاقة وأن نوضح الاختصاصات حتى لا نقع في تنازع الاختصاصات وحتى لا تتداخل الصلاحيات وتتقاطع. وشكرا. بارك الله فيك.